ثم ذهبت وقرأت في الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ذكر في آخر الكتاب قال: وهذه عقيدة الأشعري نفسه وعقيدة أصحابه، وذكر 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 وساق الاستواء كعادته وساق الصفات. والذي يقرأ يقول فعلا أن الذي عليه الأشعري عليه ابن تيمية، والذي يرجع إلى كلام الأشعري يجزم بأن ابن تيمية في الشرق، والأشعري رحمه الله وأصحابه وأهل السنة في الغرب. يعني الناس لا يجمع ابن تيمية مع الأشاعرة والماتريدية وأهل السنة في خط واحد، لكن ابن تيمية عندما يقول لك السلف ويقول لك الصحابة رضي الله عنهم، هذا نوع من أنواع الاغتيالات. ومن قرأ في كتابه يرى أنه يتكلم بلسان الصحابة وبكلام التابعين من أئمة الهدى، وترجع إلى كتبهم فلا تجد هذا، وترجع إلى كتاب الأشعري في الاستواء، وترجع إلى كلام الأشعري في اليدين، لا يقول الأشعري يدين جارحتين، يقول ليستا بجارحتين، ولا يقول الأشعري الاستواء أنه جلس على العرش وقاعد على العرش كما يقول ابن تيمية ومن تبعه. والذي يقرأ لابن باز يعلم أن ابن باز بالنسبة لابن عثيمين في العقائد نقطة في بحر، والذي يقرأ لابن عثيمين يعلم أن ابن عثيمين بالنسبة لابن تيمية في العقائد والعلم نقطة في بحر، يعني هم يأخذون منه. ومن قرأ لابن تيمية رأى التحكمات، تحكمات بالنصوص، تحكمات في النصوص، ما هو ظاهر وما فيه كلام لأهل الإسلام يجعله نصا ويقرر من خلاله ما لم يقرره أحدا من أهل الإسلام إلا من على شاكلته. ومن قرأ في الاستواء للأشعري، ومن قرأ في النزول لمالك، ومن قرأ في الاستواء والكلام لأبي حنيفة، يرى أن ابن تيمية لم يكن يوما على مذهبهم، بقيام الحوادث في ذات الله، في تسلسل الحوادث في الأدل في الأزل، بوصف الله سبحانه وتعالى بالنزول الحقيقي، الانتقال والحركة والأعضاء والجوارح والجلوس على العرش والقعود على العرش. فكيف هؤلاء الناس بعد ذلك سنناقش معهم المسائل الأخرى إذا كانوا هم لا يميزون، أو أنهم يعلمون ولكن يغتالون عقول الناس ما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعين، وجلسنا معهم مرارا وتكرارا. كان أحدهم يعني يجلس معي يقول نحن مذهب السلف، أقول أين في مذهب السلف قال نثبت لله ساقا غير تكويف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل؟ الساق هنا قال ابن عباس شدة، النزول قال الإمام مالك رحمه الله ينزل أمره، الاستواء قال أبو حنيفة ليس الله سبحانه وتعالى، نثبت أنه مستوى العرش، لم يقل مستوى العرش أنه جالس، قال من غير حاجة ولا استقرار عليه كما تثبت الوهابية التيمية. وأحمد نفى عن الله أن يكون الاسما، ونفى أن يكون معنى اليد الجارحة، وهم يثبتون ذلك. وغير ذلك من المسائل انتقد عليهم العلماء.